من عمق ظلام الليل تأتي أنوار السماوات، من حزن صليب العار تأتي أفراح القيامات، ومن قلب تجربة الحياة تولد التأملات. أعزائي المستمعين، معنا دلوقتي مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، القدس لا واحد امين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كتير ناس بتيجي تسال احنا عندنا وقت فاضي قوي مش عارفين نعمل فيه ايه، بالذات دلوقتي في الاجازه الصيفيه اللي بيدرسوا حاليا في جامعات او اللي واخدين اجازات طويله من الشغل، بيقول لك احنا عندنا وقت فاضي نعمل فيه ايه. خلي بالك ان في الوقت الفاضي ده ألذ وقت بيستخدمه ابليس ان هو يوقعنا في الغلط، وان هو يبعد فكرك عن فكر المسيح لكل المجد وياخدك الى شهوات العالم. شهوات العالم انا لا اقصد بها ان مواقع مخلة بالاداب او مقدرات او ما شابه، ولان ده برضه ممكن يحصل، ولكن ان هو يبعدك عن ربنا وخلاص، يبعدك عن قراءة الكلمة، يبعدك عن قعدتك مع الله، عن قرايتك للانجيل، عن وقت خلوتك، عن الوقت اللي هي بتعمل فيه علاقة حميمة مع الله، اللي انت بتعرف الله معرفة حقيقية بخلال صلاتك لله وقرايتك للكتاب المقدس. طبعا ده بجانب الى سمع الوعظات والقراءات في كتب روحية عديدة. بس ممكن تعملوا ايه؟ الكنائس لا تخلو من الخدمات ولا تخلو من طلب الخادمين ان هم يخدموا في خدمات، في انشطه في الكنيسه طوال الوقت. حتى يا سيدي لو ما فيش خدمات في الكنيسه، لو انت بتقول ان ما فيش، كونوا انتم مع بعض خدمه، اللي انتوا الخدمات تتعدد على حسب طبعا المنطقه والكنيسه اللي انت فيها والابروشيه اللي تابعه لها، لكن الخدمات لا تتوقف، وما فيش حته ممكن ما تخدمش فيها، من كنس الكنيسة لحد اللي انت لحد خدمة الانجيل. دي مراحل متعددة جدا، تقدر تخدم في الصوتيات، تقدر تخدم في التصوير، تقدر تخدم في توزيع النبذات، تقدر تخدم في تعديد واعداد المؤتمرات، ايا كان هي ايه. مش شرط انت تكون سبيكر، تكون متكلم، مش شرط تكون خادم انجيل في الاجتماع انت اللي تبشر، ولكن ممكن تكون the second man، يعني تكون الرجل الثاني. هذا مش degrading ولا ده يقلل من مسؤوليتك، ولكن بالعكس كل واحد دائما محتاج اللي يساعد معاه في الخدمة، شريك الخدمة. يعني مهندس الصوت ده محتاج حد يزبط له الاسلاك، يزبط له، يرتب له الاماكن اللي هيدخل فيها الجاكات بتاعته، يوضب له عدة المايكات اللي هيستخدمها، كذلك بتاع الكاميرا، كذلك ممكن تكون واقف معاي يطلب منك تعمل حاجة، كل ده. فما يبقاش الكاميرا مان او مهندس الصوت هو اللي بيعمل كل حاجة لوحده، بالعكس يكون في حد تاني بيساعده، ممكن يكون شغله في الخفاء، لكن كل ده لمجد المسيح. احنا ما بنعملش ده علشان احنا بنبان، احنا بنعمل ده علشان المسيح هو اللي يبان. مش فكرة الخدمة ان فلان هو اللي يبان، فكرة الخدمة كلها ان احنا نبين الشخص اللي وراء الخدمة ان هو يسوع المسيح لكل المجد. خلي بالك انا شخصيا وقتي ما عنديش ثانية ان انا اعمل حاجة، يعني ممكن نقول عليها وقت فاضي، لان البرامج اللي انتم بتسمعوها اللي انا بسجلها، حاجات منها انا بضطر ان انا اعمل لها اديت، بعمل اديت حاجات في الصور، حاجات فيديوهات بعملها مونتاج واخراج ساعات من اول وجديد. دي خدمتي انا مانو، انا اللي بعملها، لكن ان هي دي كل خدمتي، وفي ناس ايضا بتساعدني، صحيح قليلين جدا، عاده الشغل كله بتبقى هي وان مان شو،
علي أنا شخص الوحيد اللي بقوم بكل هذه الأعمال. ولكن بعض الأعمال الضئيلة كثير من أصحابي بيساعدوني فيها. الخدمات اللي أنا بروحها في الكنائس ما أقدرش أروحها غير لما حد من أصحابي هو اللي يزق الكرسي، هو اللي يظبط لي المايك، هو اللي يظبط الصوت مع المايك. الحاجات اللي أنا بخرجها أوقات بحتاج حد يساعدني في الفوتوشوب مثلا، أو يساعدني في إن هو أقطع حاجات ساعات أنا بعملها بنفسي بالبرنامج الصوت، تبقى متعبة شويتين لو أنا بعملها لوحدي خالص. ساعات بطلب حد من أصحابي هو اللي يعملها، حتى لو ما يعرفش أنا بقول له يعمل إيه، أوريه يعمل إيه. فوقتك تقدر تستخدمه لحاجات كتيرة جدا. ممكن تحط العظات بتاعت أبونا بتاعت الخدمة اللي أنت تتابع عليها على اليوتيوب، ممكن تعمل لها إيديت، ممكن حتى لو أنت متعرفش سهل قوي تروح لحد يعرف يوريك، أنت تساعده إن هو يعمل كده. خلي بالك اللي أنا بتكلم فيه ده بياخد وقت طويل جدا، فتلاقي نفسك ما عندكش وقت فاضي، ما عندكش وقت إن عدو الخير يقدر يلعب بيك كورة، يقدر يستغل وقت ضعفك إن أنت قاعد فيه فاضي واستغل هذا الوقت ويبعدك عن الله. كل هذه الحاجات أنت بتعملها لمجد المسيح، كل هذه الخدمة بتعملها لمجد المسيح، فتلاقي وقتك مشغول. ده لا يعني إن أنت ما ينفعش تخرج تتفسح أو تروح على البحر أو whatever، بس أنا قصدي إن ميبقاش عندك وقت فاضي. طبعا احنا لا نعني ان المسيحية هو انغلاق التام وتبقى حياتك في الخدمة والكنيسة وفقط، يعني ما يبقاش وقتك كله فاضي، وقتك كله قاعد على البحر، وقتك كله قاعد مقضيها في خروجات. ولكن يعني تخصص اوقات وقت كبير للخدمة انا شخصيا ارجح، يعني علشان هي دي الحياة الابدية، واللي انت بتبنيه هنا واللي بتزرعه هنا هتحصده في الملكوت السماوات مع المسيح لكل المجد. فحلو ان واحد يكون عنده اصحاب يخرج معاهم، طبعا ده حاجه هيلثي، حاجه صحيه جدا لبناء شخص ناضج وبناء شخص متوازن الافكار ومتوازن الصفات في الشخصيه. ولكن ايضا مهم جدا ان انت تكون امين في الخدمه، ومن هو امين على عمل الله الله يباركه اضعاف 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 في حياته. اتمنى ان ده يكون ادالكوا نبذة بسيطة ازاي ان احنا نستغل وقتنا ان احنا يكون لمجد اسم المسيح، ولنا كل المجد وكل الكرامة. امين. عزيزي المستمع، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة من برنامجكم تأملات مانو في إذاعة أقباط العالم. هتسمعوا معانا الحلقات بتاعت مانو كل أسبوع 4 مرات، يوم الجمعة بعد القداس، يوم الحد بعد القداس، بعد صلاة الغروب يوم الاثنين، وبعد صلاة النوم يوم الأربعاء. وطبعا هنكتب لكم على الفيسبوك وعلى موقع الإذاعة coptforg.com كل البروجرامز موعدها إمتى ومعاد برنامج مانو كمان. برضو الحلقة دي كلها هنحطها لكم إن شاء الله على اليوتيوب ونحطها لكم على الفيسبوك. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة مع برنامجكم تأملات مانو هنا إذاعة أقباط العالم.